ما لقيتش لامين اليوم سور سين، ما لقيتش لامين لو روا دو لا كوميدي اللي عمري كامل من صغرتي وانا نتفرج فيه، اليوم ما لقيتوش. تقييمك للعرض من واحد لعشر؟ تقييمي للعرض سي با دو لا كوميدي دو تو، سي غيان افوار افيك دو لا كريتيك 100%. دو لا كريتيك نتاع حالة البلاد، الحالة اللي قال هو مزرية صحيح، مي احنا جينا باش نضحكوا باش نتفرهدوا مع لامين كيما كنا نتفرهدوا عمرنا الكل. مسرحية فيكسر دوك رايشو، مسرحية لامين الكل اللي كنا نروحوا بعد لامين، وكنا نروحوا ميتين بالضحك ونقعدوا نحبوا ونسمعوا بالمسرحيه مره اخرى ونحبوا نعاودوا نتفرجوا فيها مره اخرى، وكسوا في المسرح ولا في كارتاج ولا بارتو المهرجانات الكل. لو جوين لامين ونمشيو، ولا واجنا ليلى شرقينا، لا واجنا وجينا ونستناو في المسرحيه ايبا ساعه ونص ما ضحكنا حتى ضحكه. لا علاقه جمله. علاش قلت لي لا علاقه؟ ما عجبنيش ما بين الفكاهه والنقد، لا ابدع لمين ينادي ولا فكاهه جمله. ما ريتش حتى فكاهه انا، ما ضحكتش. العباد كلها تشوف فيها خارجه الكل مراوح. شفت على مستوى الاداء، شفت فما تطور في الاداء ولا لا؟ قديم على الاخر ديجا، ما قدمش جمله قديم. شوف كريم الغربي وعبيد اخرى ما نحبش نسمي اسامي، تضحك كومين، تحس روحك تضحك لهنا ما ضحكتش. ترى انه الجيل الجديد خلينا نقولوا بصريح العباره يعني طيح على الجيل القديم كما لامين النادي؟ فوالا جمله ما عجبنيش جمله. الجيل الجديد ما بين توقعته شنو توقعت؟ توقعت باش نضحك، ما ضحكت الجمله. العباد كلها خارجه هاك تشوف فيها قبل الوقت، ديجا شوف مازال هو مازال سيغ سين والعباد كلها خرجت، حتى حد ما ضحكتش، ديجا خرجنا بكري. نحكيو على سلاسه في الاداء اليوم، لمين يدي النهدي خلى العباد تتفرج فيه وتجبدوا العرض ولا؟ بون من الاول شويه، اما مستانس خير برشا، توا فيها برشا سياسه وفازات. مقارنة بالاسماء الجديده كيما كريم الغربي، بسام الحمراوي، كي نقارنوهم بلمين النهدي؟ الحقيقه هما خير، ما ضحكنيش برشا. السياسة في المسرح هل ترى انه زايد انه يكون فما معناتها بوليتيك في العروض كيما هكا ولا؟ زايدة وان بلوس عاودها برشا مرات. غير موظفة؟ باتر ما عجبتنيش اليوم حتى تعرف. شنو ما الحاجات اللي ما عجبوكش؟ ماعرفش كلي السوجي معناتها حاجة عادية، ما فماش حاجة تضحك، فهمت؟ هو سوجي باهي اما ماذا الطرح؟ طرح كان يعني مش في بلاستو أو طريقة الطرح؟ طريقته يمكن، طريقة نتاع الطرح يمكن، فهمت؟ بين الفكاهة والنقد؟ النقد أكثر من الفكاهة راه، صحيح ونقد باهي راه في بلاستو، ما فماش فماش ضحك، فهمت؟ لامين النهدي اليوم خلينا نقولوا نوعا ما صار كأنه رجعة صغيرة مقارنة بالعروض القديمة. اي قبل راهو محلي، قبل توا ما نعرفش اليوم ما عجبنيش. ما سياسه في المسرح؟ اي لاحظنا اليوم اللي فما برشا سياسه وفما برشا نقد الوجوه السياسيه. اي فما نقد كبير، اي فما نقد، اما مش هذا اللي ما نتابع. بالعكس معناتها حاجه باهي، اما ما فماش ضحك، فهمت؟ ما فماش هكا اللي حاجه تضحك ياسر.